الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
محمد وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم.
له هو أرضى والفاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى تأويل الأحاديث
الحضيض. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى سيدنا عبد الله بن عبد الله الخالق الغزواني الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
وسلم وآله وأصحابه الكرام والأرواح مشايخنا وسائر ساداتنا وصديقين الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى يا الله. الله 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 نعم المولى ونعم
يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا للطريقة النقشبندية العليا. قدس الله تعالى أرواحهم زكيا ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحديث الله وما قرأنا رسلا ما تلونا مع القوم منا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا للطريقة النقشبندية العالية، خاصة إلى روحهما للطريقة وأرض الخليقة خرج أبو الدين نقشب محمد ويسي البخاري وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عمر خالد الدوسري سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني وعبد الخالق وفي دواني وعبد الخاتم خالد وسائر سادات الأمر الصديقين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسجدنا له فنجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما تريد أسألك بعزتك التي لا تقام والملك الذي لا يقام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر الشيطان وأسفل عينا. يا مغيث وغثنا يا مغيث وغثنا يا مغيث وغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار.
الأخيار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانت فوقنا من بعد تفوقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امد في عمرنا ومع مشايخنا والبيت والبيت من بيت منكر من الجرف عن في صاحب الزمان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعلي كلمة الحق والدين، اللهم دمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم املا قلوبنا بمحبته واهل بيته واصحابه واوليائه الكرام. اللهم ارزقنا يا ربي ان نكون ان نراه في حياتنا وفي مماتنا وفي حشرنا. اللهم احشرنا معه وادخلنا معه في مقام صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا فائزين في حياتنا وفي مماتنا وحشرنا، واجعلنا من الفائزين. آمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.